مجموعة من الضباط قادرة على ان هي تدعم الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، وفرحان قوي بفرحتهم لان الحمد لله ان هم خرجوا من الكلية ومحصنين فكريا ضد كل الافكار الهدامة والسلوك المنحرف من خلال الاعداد اللي هم تم اعدادهم به، اذا كان ثقافيا او دينيا او سياسيا، بالاضافة الى الدراسة العسكرية والهندسية اللي هم خدوها خلال فترة الدراسة بالكلية.